جوه؟ ايوه. بس هو قال لي ما دخلش اي حد دلوقتي عشان عنده ميتنج مهم قوي. واضح ان انت جديده، محدش قال لك ان انا هنا بدخل في اي وقت. صباح الخير يا نسا فريده. اهلا اهلا اهلا، ده الشركه منوره. اهلا اهلا. كنت فاكراك جوه في الاجتماع. لا بعيدا الاجتماع، انت النهارده ستايلش موت، حاجه متالقه. رمزي يا بكاش، كنت فين؟ معلش ثانيه واحده بس، بسكوته ايه يلا. انا كنت في مشوار مهم وعندي خبر حلو قوي لبابا. خبر حلو ايه؟ لا ما انا اللي هقوله. رمزي طالما خبر حلو يبقى انا اللي هقوله. لا بليف مي، انا اللي هقوله. رمزي شخصيتك كاسحه، طبعا هقوله لك. عايزكم تعرفوا ان احنا بنمر مرحله جديده من عمر الشركه. نيو سيتي المدينه السكنيه اللي بنبنيها على مساحه 120 فدان في قريه الصحراوي، تبقى اول مدينه سكنيه الكترونيه في مصر. هتنقل البلد كلها لايمج جديد في مجال الاسكان. اكتر من 6 بنوك و3 شركات استثمار خليجيه و5 وزارات نسق معانا مشروعات جديده. ابو انا في ميت ايه؟ سو وات؟ ديون بريك 5 مينتس. اوكي يا جماعه 5 دقايق بريك. في ايه؟ توعدني تحضر عيد ميلادي بكره لو قلت لك خبر حلو، بقالك كتير قوي مستني. ايه هو الخبر؟ توعدني الاول، promise first. ما انت كل سنه بتعملي مع اصحابك، مش معنى السنه دي عايزاني ابقى معاك يعني. خلاص بلاش، مش هقول حاجه. طيب 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 هحاول. ايه الخبر؟ مبروك يا كاب، كسبت مناقصه مساكن البترول. عرفت ازاي؟ عرفت من رمزي وحبسته بره عشان ما يقولش. ايه الاخبار يا باشمهندس؟ شاكر بيه اجل الاجتماع؟ المفروض نتقعد مع فريده بنته حوالي نص ساعه ونسي خالص ان احنا قاعدين مستنيينه في الاجتماع. هو شاكر كده، شاكر الوان، يشوف بنته فريده ينسى الدنيا وما فيها، وكمان عيد ميلادها. ايه ده يا بابا؟ ده انت لسه فاكر لحد دلوقتي؟ انسى ازاي؟ دي اتولدت على ايديا دول. انت عارف من ساعه ما فريده اتولدت بقت هي كوم والدنيا كلها كوم عند شاكر بيه. بس انا سمعت يا بابا انها كل ما بتمسك شغل بتسيبه. ما هي ما بتطقش حد يتحكم فيها. طب وليه بقى ما بتشتغلش هنا في شركه ابوها؟ عشان ما حدش يقول انها اعتمدت عليه. وبعدين خلينا بعيد يا ابني، احنا فينا اللي مكفينا. لا دي باين عليها متدلعه ومحدش بيستحملها. شش وطي صوتك يا باشمهندس، انت يا دوبك لسه متعين ما بقالكش شهرين. اسمع يا ابني، عايز تعمر في الشغل ده خليك في شغلك وبس. عشان كده بقى انت عمرت معايا 30 سنه، واخدك معايا من الشركه القطاع العام لشركه القطاع الخاص، كل ده طبعا عشان في شغلك وبس. مبروك يا باشا، مناصة مساكن البترول كان حلم جميل واتحقق. اصرف شهر مكافأة لكل الموظفين يا رمزي. شهر يا باشا؟ لا كرم سعادتك كده هيغرق الشركة، أنا بقول حضرتك نص شهر كفاية، والنص التاني لما نبتدي الشغل إن شاء الله. لا تشوفه. تفتكر ما الشراوي عامل إيه دلوقتي؟ عامل إيه؟ عامل أسود ورادي، ده زمانه دلوقتي هيطق من جنابه، عمال بيغني ظلامو ظلامو. أنا عملت حساب العشرة القديمة وقلت له تعالى اشتغل معانا من الباطن، رفض. ما هو طبعا لازم يرفض يا باشا، راجل منافس وحاقد، طموح سعادتك اللي بنتعلم منه ازاي نعلى ونعلى ونعلى، استحاله يتماشى ويتواكب مع هذا الحقد الاسود اللي مال الشرقاوي من جوه. استاذن حضرتك بس اضرب سندوتشين شاورما واجي لك على طول. معلش
دجل. بنتي فريدة. هاي فريمة. حبيبي روح قلبي. مس ألا. هلو. عودي فريدة. بنتي فريدة مسؤولة عن الهيومن ريسورس في البنك العربي للتنمية. كلمتها عنك. نفسها تعمل لك انترفيو. I'm very sorry. معلش أنا بجد ما عنديش أي حاجة أقولها، وبعدين ماليش قوي في الأضواء. البركة في مامي، وبعدين ما أقدرش أنافسها. حبيبتي مامي عايزاكي ثواني عن إذنك. طب عندي على إذنك. مالك فضلك؟ مالك شكلك كده متضايقة، في إيه؟ معلش يا مامي أنا عارفة إن أنتي ما عندكيش وقت تسمعيني، مش عايزة أشغلك معايا. حبيبتي ما أنا جيت أهو، في إيه؟ سبت الشغل. طيب ده عادي، ايه الجديد؟ ما تسبتيه كتير. كنت متاكده ان انت هتقولي كده، لان دول الجملتين اللي مش هياخدوا منك ثانيتين ثلاثه علشان تخلصي بيهم الموضوع كله، صح؟ دي طريقه تكلمي بيها مامتك. انت حتى ما سالتنيش انا سبت الشغل ليه ولا ايه الموضوع. عادي عادي، طول ما انت حاسه انك انت احسن من رؤسائك يبقى هتسيب الشغل، ده عادي. يعني ايه يا مامي؟ انت حتى ما حاولتيش تعرفي ايه المشكله، ولا انا غلطانه في ايه، ولا ايه الموضوع اصلا. فريده انت ما تقدريش تشتغلي تحت حد، وبعدين انت مش محتاجه شغل من اصلا. يا مامي مجهودي وتعبي كل الفتره اللي فاتت دي سرقوها وحطوا عليها اساميهم، مش مفروض ازعل على حاجه زي دي؟ حبيبتي لو انت فارقه معاكي مجهودك وتعبك ما كنتش سبت الشغل. مدام ألفة مرجان زوجة رجل الأعمال المعروف شاكر علوان ورئيسة مجلس إدارة جمعية بسمة بكرة للأنشطة الخيرية، أهلا وسهلا بحضرتك في برنامجنا. مدام ألفة ممكن تكلمينا عن دور الجمعية في رعاية الأيتام؟ إن اهتمامنا باليتيم يجب ألا يكون مقتصرا على يوم اليتيم وحسب، يجب أن يكون الاحتفال طوال السنة. لذا قررنا بأن يكون هناك نظام اجتماعي دقيق يجعل هذا اليتيم يبدو وكأنه عنصر عضو فعال في المجتمع. لكن ايه الجديد اللي بتقدمه جمعية السنة دي؟ حاجات كتيرة قوي، تبرعات عينية وتبرعات رمزية، أكتر من 2 مليون جنيه لأكتر من 12 دار أيتام. ده غير نظام دفتر التوفير العقاري اللي عملناه باسم كل يتيم، وأهل الخير يتبرعوا له باسمه، ولما يبقى 21 سنة هيلاقي شقة الزوجية في انتظاره. ينفع كده؟ انا جايه بدري النهارده، واقفه مستنياك على باب البيت عشان اجي الاقيك قاعد هنا. مالك مكشر كده ليه؟ النهارده كان في اجتماع الاولياء الامور، وانا زعلانه عشان بابا ما جوش. طب وما قلتليش انا ليه؟ انا قلت لماما. المره الجايه تقولي انا، تعرف كويس قوي ان انا مسؤوله عنك في كل حاجه. يلا ونغير هدومك عشان نتغدى سوا، نشوف هنخرج فين بالليل. يغطي على الدعمة والنبي. يلا قوم. شاكر علوان طول عمره بيضرب تحت الحزام، على اخر لحظه اخذ المناصح مع ان انا مقدم اقل عطا.
أكيد دفع رشوة أكتر من اللي أنا دفعتها. يا سيدي مش مشكلة، ما هيش أول ولا آخر مناقصة. أنت عارف إحنا تعبنا قد إيه علشان ناخد المناقصة دي، وعارف هنخسر قد إيه ما دام خسرناها. أنا قلت لك من الأول يا بابا، شاكر ده شكله مسنود من ناس تقيلة قوي. هو فاكر إن رأفت عزمي ده هيفضل حميته للعمر؟ والله طول ما هو وزير هيفضل سنده. رأيك الأدم اللي زي ده لا يمكن يسيب الوزارة؟ معقول هيتقال عليه في يوم من الأيام وزير سابق؟ مش كده وبس، أنا سامع يعني إشاعة بتقول إنه هيمسك الوزارة كلها في التشكيل الجديد. بس يكون في علمك الضربة اللي ضربها لشاكر علوان النهاردة دي مش بتعدي على خير. هردها له، وهردها له قريب قوي كمان. عرفت منين ان انا موجودة هنا النهاردة؟ لازم تعرفي ان كل حاجة عنك ما بتستخباش عني. وقت يا جامد، ايه ده؟ عايزة تفهمين انك اتفاجئتي ان انا هنا؟ لا طبعا، بس عارف لو ما كنتش جيت النهاردة كان هيبقى اخر يوم في عمري. انت عربيتك فين؟ مش شفتهاش راكنة بره. وانا نسيت اقول لك صحيح، بس انا غيرتها. غيرتيها ليه؟ ده التانية ما بقالهاش شهرين. يعني زهقت منها. زهقتي منها وانت اللي مختارها بنفسك؟ طب وايه يعني؟ مالك متضايق قوي كده؟ خايف من ايه؟ عشان اخترتك انت كمان؟ شفت ابوكي عمل ايه في ابويا؟ شفت. وانا اللي بلغته بخبر المناقصة. اقصى عليكي. يا سلام. طب تخيلي بقى ابويا ممكن يعمل فيا ايه لما اروح اقول له انا عايز اتجوز بنت شاكر علوان. تخيل انت ابويا ممكن يحصل له ايه لما تيجي تقول له انا عايز اتجوز بنتك. انا متاكد ان ابويا لو سابني اعيش لغايه لما اوصل لابوكي، ابوكي استحاله هيسيبني ارجع له. دي حقيقه. بعدين انت حبيت فريده علوان، عايز ايه؟ تحبها بالسهل كده؟ ما تتعب شويه. ماشي يا ستي. كل سنة وانت طيبة يا أحلى وأصعب حاجة في حياتي. وانت طيب. جيرل فريندز. فريندز. الله حلوة قوي. طب ما انت طالع ذوقك حلوة. دي بقى عشان تحطي فيها مفتاح العربية الجديدة. يا سلام، انت كنت جايبها عشان العربية القديمة. يعني ايه؟ مش هجيب لك ميداليات تاني على فكرة. يا سلام. طب ايه رأيك بقى، مش هاخدها منك دلوقتي وتجيبها لي معاك في الحفل؟ ده الاساس ان انا هحضر حفلة عيد ميلادك؟ انت عايز ما تجيش ولا ايه؟ وابوك هنعمل فيه ايه؟ هنعمل فيه ايه يعني؟
ما هو لازم في يوم من الايام هيعرف ان انت ابن ماهر الشرقاوي وان احنا كنا زملاء في الجامعه، بدل ما ياخد الصدمه مره واحده لما تيجي تتقدم لي. اه انت عايزه تقلبيها حرب بقى من دلوقتي. وايه ما استاهلش تحارب عشاني؟ بصراحه لو كده تستاهلي، لشانك وعلشانك نحارب. في ناس بتتفرج علينا كده. لعلمك بقى البوسه اللي رفضت تاخدها دلوقتي هتفضل ندمان عليها طول عمرك. انت مجنونه يا بت، كل ده عشان بوسه؟ لا، عشان اكتشفت فجاه انك حمار. نخلص بقى، ايه قله الادب دي؟ بقول لك ايه، لم لسانك بدل ما اقطعهولك، انت فاهمه ولا لا؟ انا اطلب ابوسك وترفض؟ ابوسك ازاي في وسط الناس؟ ما كل دي ناس. وطي صوتك، ولو ما قمتش من قدامي دلوقتي هيبقى اخر يوم في عمرك. لعلمك بقى انا مش عايز اشوف وشك ده تاني، ولا عايز اعرفك. في 60 داهيه يا كريم. هاي صار مس فريدة بتاع الأتيلي جاب الفستان وأنا غطيته لك في الأوضة. مرسي يا حبيبتي. واضح إنها كانت خناقة كبيرة قوي. بس قطعتهم. يا سلام، قطعتهم وانت كده؟ ومال هما بقى حصل لهم ايه؟ مش عارف، هما مرميين في المستشفى. هي حصلت مستشفى يا مودي؟ مدير المدرسة قال لي ما تجيش بكرة من غير ولي أمرك. بقول لك ايه، مفيش حد فاضي يروح لك مدارس. احسن برضو، انا ماليش مزاج اروح. حللتي له يا ساره زي ما قلت لك؟ اه، عملت التحليل وطلع 412. 412؟ اكيد اكلت حاجه حلوه. اكلت حته شوكولاته قد كده. طيب يا ساره متشكره، لو سمحتي حضري لي الحمام. حاضر. اقدر اعرف انت ما خدتش انسولين ليه؟ امال احنا مركبين البامب ليه يا مودي؟ مش عشان تاخد منها وقت ما تعوز؟ انا قلت لك قبل كده بتكسف اطلعها قدام صحابي. وانا قلت لك 100 مره انت ما بتعملش حاجه غلط تتكسف منها. والبتاعه دي كمان صحابي بيتريقوا عليها، مش هلبسها تاني. طز فيهم كلهم. مودي، الاسوره دي يا حبيبي مهمه، عشان لو هبط الناس يعرفوا انت مين ويجيبوك على البيت. سيب الهبابه دي وتعالى. هديك 5 وحدات عشان الغدا كمان، مش قبل نص ساعة. وعارفك طفس، هتاكل كل التورتة عيد الميلاد. ممكن أعرف ليه؟ هو إيه اللي ليه؟ ليه أنا بالذات بين كل أصحابي اللي عنده السكر؟ طبعا جايباه من بره زي باقي الفساتين. لا، ده بالذات انا اللي مصممه بنفسي. لا بجد؟ طب مين عملهولي؟ يعني اللي نفذه ده سر من اسراري، مش ممكن اقوله لحد ابدا. اوكي، طب انا هسال دينا بقى عشان هي معاها كل الاسرار. لا، وهي دينا صاحبتي اه، بس غلبانه ما تعرفش كل الاسرار قوي. يا ريت.
عم يا عم جوه يلا يا ود يا ود كل سنه وانت طيبه طز فيك ايه بس ال الجامد من ديني ما يسواش حاجه الرك على الحشو ماشي طبعا كان هيحصل لك حاجه لو ما كنتش جيت النهارده مش هرد عليك مش دي دينا وعبير نشوى فريدة ازيك يا قمر ازيك انت وحشتيني جدا وانت طيبه فاهم ازاي ابوكي ما يجلكيش في يوم زي ده طبعا انت فرحان فيه بصراحه يا ريت ما يجيش اصلا وامي كمان تلاقيها نسيت عيد ميلادي خالص امي دي اللي في الطراوه خالص دي في اللالا عايزه اقول لك انها ساحت كتير قوي بحس انها عامله زي بنتي تاخدي بالك منها طول الوقت مجنناني هو بجد مش جاي؟ شكله كده بس بتضايق لما اتكلم في الموضوع ده هرجع لك اوكي I'll try to let you know. Thank you very much. Enjoy your time. مساء الخير يا فندم مساء النور انا المهندس عصام العزازي موظف في شركه وادي حضرتك اهلا وسهلا بس انا ما شفتكش قبل كده في الشركه عند بابي ايوه يا فندم انا لسه متعين مهندس جديد في الشركه الف مبروك عندك ميعاد مع بابي هنا اه يا فندم عندي ميعاد معاه هو قال لي اعدي عليه هنا واقعد معاه في مكتبه اخد منه بعض الاوراق عشان اوديها بكره الصبح بدري على هيئه المجتمعات العمرانيه طب والله ده خبر كويس قوي معناها ان بابي في امل يجي يحضر عيد ميلادي طبعا يا فندم باذن الله انا اللي اعرفه ان هو عنده اجتماع بره الشركه وهيجي على هنا عشان اقابله اوكي حضرتك اتفضل يعني ممكن تستنى انا لسه فريده انا عرفت من الوالد ان النهارده عيد ميلاد حضرتك كل سنه وحضرتك طيبه ميرسي قوي شكرا عفوا على اذنك قوي يا مامي
انا جيت على طول سبت لك سماح وجيت اول ما كلمتيني. ها هو فاق ولا لسه؟ فاق الحمد لله، بيرتاح في اوضته الحمد لله. طب هو ايه اللي حصل؟ ولا حاجه، رجع من المدرسه سكره عالي، اديته انسولين علشان يكفيه للغدا، بس واضح انه ما اتغداش. ايه انسولين اديتهوله على الفاضي؟ ايوه، ده غير المجهود اللي عمله في الحفله، قعد يلعب ويرقص. الله، يبقى حضرتك انشغلتي عنه باصحابك وبحفلتك وما تبعتهوش. بدل ما تعاتبيني كنت انت اولى تبقي موجوده، انت امه. فريده، فريده، انت ايه اللي بتعمليه ده؟ اهلا مشغوله. الله، ما انت عارفه. مش قادره اصدق يا ماما، ده ابنك الوحيد ومريض. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت ايه اللي بتعمليه؟ بتحاسبيني؟ العفو، ما اقدرش احاسبك، انا بس بنبهك. ولا حد ينبهني، لا انت ولا غيرك. مساء الخير. مساء الخير. الو، ايوه شاكر. قهوه طالعه له، بس فريده طمنتني قالت لي ان هو كويس. في ايه تاني؟ ايه مصيبه كبيره؟ خير؟ يا خبر يا ربي. اكيد اهمال واحد من الموظفين عندك. ايه يخرب بيته، ايه حكايته الراجل ده؟ ايه حكايته؟ طيب طيب خلاص هقول لها. ماشي ماشي، سلام. فريده، باباكي بيعتذر هيتاخر تاني، اصل في مصيبه كبيره حصلت، حريقه كبيره كلت كل مخازن الشركه في دهشور. هنعمل ايه؟ الاستاذ ماهر الشرقاوي رجع تاني لألاعيبه القذره. انا مش هينفع اقعد لغايه لما ابوك يجي، لازم امشي. بيطمنيني. سنة وانت طيبة. طيب. هو مفيش غيري ولا ايه؟ شاكر الوان اعدائه كتار قوي وكلهم عايزين ينتقموا منه. يعني حضرتك متعرفش مين اللي عمل كده؟ ما انا هعرف منين؟ هشم على ظهر ايدي ولا هسيب شغلي واشتغل مخبر؟ ماشي، حبيت بس اتاكد ان مش انت اللي عملت كده. انا اذنك. حسنا عندك يا فندم. انت عرفت ازاي حكايه الحريقه دي؟ الموضوع ده لا اتنشر في جورنال ولا اتقال في اذاعه. سكت ليه؟ ما تتكلم. عرفت بالصدفه. صدفه ايه ان شاء الله؟ كنت موجود في عيد ميلاد بنت شاكر الوان. تعرف بنته؟ مش كنا في جامعة واحدة؟ وهي اللي عزمتك على عيد ميلادها؟ أيوة. أنت إزاي تقبل عزومة بنت شاكر علوان؟ وهي مالها بس؟ ليه أخدها بذنب أبوها؟ هي تعرف إنك أنت ابن ماهر الشرقاوي؟ أيوة، مش فارقة معاها. مش فارقة مع أبوها كمان؟ بصراحة ما اعرفش اذا كانت حبيبته ولا لا. انا اسفك. لو تسافروا البلد تختفوا اليومين دول، العربية اللي كانت معاكم تتصرفوا فيها زي ما اتفقنا. مع السلامة. أنا كنت قاعد مستني شاكر بيه وبقول يا أرض اتشق وبلعيني. يا ابني 100 مرة قلت لك تعتز بنفسك، أنت باش مهندس قد الدنيا. طمني الأول، عجبتها هديتك؟ أكيد هديتي هتضيع وسط الهدايا الجامدة اللي جيت لها.
هديتي على قدها يا ابويا. الهدايا مش بقيمتها المادية يا اهبل، وردة واحدة ممكن يبقى معناها اكتر من كل الكنوز اللي على الارض. عارف يوم فريدة دي ما اتولدت انت كان عمرك تقريبا 3 سنين، اول ما شفتها قعدت تعيط لامك الله يرحمها وترفص في الارض وتقول عايز واحدة زي دي يا ماما، عايز واحدة زي دي يا ماما. ايه؟ سرحت في ايه؟ اصل فريدة دي بالنسبة لي تركيبة غريبة قوي بصراحة، ما شفتش زيها. بالنسبة لنا لغز. هاي صار فرحانة الليلة انت، شهادات كلها جاتك. والله بعد اللي حصل للادي ما بقاش لي نفسي ابص على اي حاجة. من فضلك حضري لي كوباية سافيتي بالعسل عشان اكلها المدير لما يجي. حاضر. مع صلابية مش سكر. اوكي. تحب اجيب لك اللابتوب هنا؟ لا يا حبيبتي خليه في اوضه مودي، انا هبات هنا كل ليلتي. على فكره انا بحبك انت مودي شديد. انا كمان بموت فيكي. حالا هنشده لسيادتك. انت لسه ما شدتوش؟ ما انت عارف ان معادي هنا بالثانية. معلش سيادتك، كنا بنشد فرصة ايمن بيه. ايمن بيه؟ مين ايمن بيه؟ ده برضو ضيفنا النهاردة يا فريدة هاني. ضيفك انت الواحدة. ايمن بيه بتاعك ده انا عمري ما شفته هنا قبل كده، وبعدين انا واخده معاده ومش هضيعه. سوري بيبي، I have to go now. I'll call you back. طيب. صباح الخير. في حاجة عم سيد؟ في اي مشكلة يا انسة؟ مين الأستاذ؟ أنا بقى أيمن بيه، لو في أي مشكلة ممكن أساعدك. تساعدني؟ بص يا أيمن بيه، أولاً محدش وجه لك كلام، ثانياً أنت أخدت معاد مش بتاعك ومن غير ما تستأذن. يا فريدة هانم، إحنا عمرنا ما تأخرنا عليك في حاجة، وياما حضرتك أخدت مواعيد ناس تانية. أيوة أخدت مواعيد ناس تانية، بس برضاهم مش غصب عنه. هو مش قال لك أنا ضيف النهاردة؟ في حد بيتعامل مع ضيوفه كده برضه؟ لا طبعا، بس لما يبقوا ضيوف خفاف ويا بخت منظار وخف. لا بقى، انا ما شفتش كده في حياتي. واديك شفت. حطي وشيلينا طريقي على نار.
ضيعنا عمر في حب بس ما كانش لينا.